بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اصدقائي واحبائي وصديقاتي. اتمنى لكم التوفيق في حياتكم، ونتمنى هذا المقطع يعجبكم ان شاء الله. بسم الله، هذا المقطع ان شاء الله غادي نهضروا فيه على تبييض الاسنان، كيفاش نبيضوا السنان ديالنا في الدار في البيت تاعنا بحوايج بساط وساهلين. هنا عندنا شويه الفاخر، شويه الفحم خشبي كنطحنوه وكنغربلوه مزيان، كناخذ منه داكشي الرقيق ديالو. وعندنا شويه القطن وشويه الملحه وشويه الخل. هاد الفاخر الفحم الخشبي والقطن غنحكو به الاسنان ديالنا مزيان، هو اللي غنبيضو به سناننا. وان شاء الله نحكو سناننا بعدا بمعجون الاسنان، ونشدو هاد القطن هذا ونحكو به سناننا مزيان مزيان، وحتى تبان لينا الصفوريه مشات وكاع دوك الشوائب اللي كاينين في السنان تاعنا مشاو. دغيا تيحيدو مع الحكان، نحكوهم ونوركو مزيان على داكشي نضغطو عليه ونحيدوه. راه تيحيد هاد الفحم هذا دوك الشوائب من السنان، وتعمرو القطن مزيان وتحكوه به. وهنايا عندنا شويه الخل حتى هو غنحتاجوه ان شاء الله. هذا خل التفاح، وإلا ما عندكمش خل التفاح ممكن تستعملوا خل عادي ان شاء الله. استعملوا خل عادي وتخلطوه مع هاد الملحه، هاد الملحه هادي، معلقه ديال الملح، ناخذ ربع كاس تاع الخل ومعلقه صغيره تاع الملح ونخلطوها معاها، ونضيفوا عليهم كاس تاع الماء. هذاك الكاس تاع الماء والخل كنشدو الماء بعدا كينا كندوبو فيه الملحه وكنزيدوها على الخل. انا غادي نوريكم العمليه كيفاش كتكون. وهذا الماء والخل كنحتاجوه دائما، ماشي غير اليوم، ماشي غير مره واحده او لا جوج. المهم حنا دابا عندنا هذا القطن هذا غنشدوه نعمروه مزيان، نفزقوه بشويه الماء، نرطبوه بشويه الماء، نعمروه بالماء، ونشدوه نعمروه بالفحم مزيان، نعمروه به ونحطو على السنان ديالنا فقط. نحكو به السنان ديالنا ونحاولوا ما امكن ناخذوا غير ديك الغبره الرقيقه من هاد الفحم هذا باش ما تاثرش لينا على اللثه ديالنا. ملي نكونوا تنحكو ما نحكوش السنان ديالنا ونحكو معها اللثه نجرحوها، نحكو غير السنان ديالنا الصافي. ومن بعد غنشدو هاد الخل هذا، غادي نضيفو ليه الملحه، غندوبوها بعدا كاينه هاد الملحه هادي، غنشدوها غندوبوها في الماء، لانها الا درناها في الخل ما كدوبش دغيا وما كدوبش في بلاصه. هاد الملحه هادي نديروها الدوبيه الاولى في الماء بحال هكا، ندوبوها مزيان عاد باش نعمرو بها على هاد الماء ديال الخل. هاد الماء ديال الملحه حيت المواد اللي كاينه في الملح مع الخل ما كدوبش، نشدوها نديروها في الماء هو الاول عاد باش نزيدوها على الخل. هاد الخل عندي انا راه خل بلدي، خل تفاح، كنستعملو ديما في الوصفات ديالي. راه ديجا سبق لي استعملته في الوصفه تاع في الوصفة اللي قدمت من قبل. وهاد الماء هذا غنستعملوه ان شاء الله دائما في لما نحكو الاسنان ديالنا بشتة السنان، والمعجون ديال الاسنان ديالنا في الليل ملي نبغو نعسو نمضمضو به الفم ديالنا ونشلوه ونخليه في الفم تاعنا ونعسو به. ما عنده حتى شي ضرر، راه كيخلي السنان بيضين وما تيخليهمش يصفارو ابدا. وهذا القطن هذا نستعملوه دائما، هذا الفاخر هذا
كل مرة في السيمانة، مرة واحدة في السيمانة كافية باش خلينا سناننا دائما بيضين. وكان ننصح البنات باش من يديروا هذا الفحم، هذا داكشي اللي شاط منه، يديروه في واحد القريعة صغيرة، واحد القنينة صغيرة، ولا شي بواطة علبة صغيرة، ويحتفظوا به ويحكوا به مرة في الأسبوع سنان ديالهم. أنا يارا دائما تنستعمل هذه الوصفة هذه من شحال، وأنا كنستعملها كنعرفها مني وأنا بقى صغيرة، بقى بنت، كنشوف الأم ديالي كديرها، وحنا كاملين عندنا في الدار تنديروها خوتي، والحمد لله سناننا كلنا بيضين. ونتمنى تجربوها، وممكن تستعملوا هاد العويدات تحكوا بيهم دوك المناطق اللي ما كيوصلوش ليهم الاصابع ديولكم، او لا تحكوا بيهم بين السنان، راهم تا هما يتنفعوا تيعاونوا شويه. وانا يبعد المرات هاد الفحم هذا ما كيكونش عندي مطحون، كناخد غير واحد قطعه ديال الفحم وتنمضغها بسناني وتنستعملها في البلاصه. المهم هو نحك سناني باي طريقه ويكونوا بيضين. ونتمنى من الله تجربوا هذه الوصفه هذه، وراها زوينه وفعاله. وديروا ليغات لايديكم باش الاصابع ديالكم ما يولوش كحلين بالفحم. وديروا لي جيم ان شاء الله، وديروا لي مشاركه للقناه تاعي باش يوصلكم الجديد. وكنشكركم على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في مقطع اخر. وهاد الوصفه هذه راه ما تندموش عليها، استعملوها دائما واحتفظوا بهذيك المواد في القريعات. هذاك الخل راه ما تيخسرش، تيبقى في الثلاجه، احتفظوا به مده طويله ماشي مشكل. وفي المثال لكم تعاودوا تصيبوه شويه الملحه وشويه الخل، ماشي شي حاجه. وشكرا على المتابعه ديالكم، وسمحوا لي لا طولت عليكم، والى اللقاء.